نتمشى شوية، نشم الهواء العليل بدل قعدة البيت. أنا قاعدة بوزي في بوز الحيطان وأنت ماسك الموبايل عمال تلعب جيمز. أيوة يا شمس، المشي حلو، أنا معاكي، بس أنا تعبت كفاية. تعبت ده إيه؟ هو إحنا كسرنا يا دوبك إلا 5 كيلو؟ 5 كيلو إيه؟ هو أنت إيه العملية الانتحارية اللي أنت داخلها دي؟ إحنا داخلين ماراثون؟ هتشاركي في الأولمبيات الجاية مثلاً؟ بفرغ طاقة، أنا عندي طاقة سلبية ولو ما خرجتهاش يا فتحي هتطلع عليك وحنمسك في بعض، فقلت أهبد 10 كيلو كده عشان أفرفر ولا أعرف أتخانق ولا أعرف أتكلم. أيوة، أنت الطاقة السلبية دي عندك كل يوم بتصحي توزعيها على الخلق في البلد، أنا ذنبي إيه تسحليني معاكي؟ شوف شوف شوف، أنت اللي عايز تتخانق دلوقتي، أنت اللي بتدور على الخناق يا فتحي. خلاص يا شمس، اهدي يا شمس، ممكن تهدي؟ من الآخر كده، أنت في حاجة مزعلاكي وعمالة تلفي وتدوري حواليا كده، عايزة تقوليها، قوليها من الآخر وخلصي. مخي عمال يون، ما عرفاش أتكلم مع مين، وأنت من ساعة ما غدرت بيا مع وجه البورس دي وأنا ما عايزاش أبان ضعيفة قدامك واصل، ما عرفاش أتكلم مع مين. خلاص بقى يا شمس، ما يبقاش قلبك أسود كالعادة كده، أنا قدامك أهو، اتكلمي معايا، عايزة تقولي إيه؟ أمي واجعة قلبي يا فتحي، ما عرفاش أعمل إيه، ما عرفاش هتعيش عمرها إزاي في السجن كده. بقول لك ايه، ما ينفعش تهربها؟ هربها ايه؟ كفايه فرجه على افلام اكشن بقى يا ماما. امك في السجن بتاخد عقابها، ولازم نحترم القانون عشان احنا ناس محترمه. تحب تزوريها؟ يا ريت يا فتحي، يا ريت. بسيطه، اكلم المحامي وناخد زياره. طب بقول لك ايه، ما تشوف محامي العوباني كده يشوف لها مخرج كده ولا كده. حاضر حاضر، انا عارف ايه اللي هيخلص الليله دي كلها. تعالي ناخد صوره سيلفي. سيلفي اهو، ايه رايك؟ بقول لك ايه، قولي. على شرط. شروطي؟ هنزلها على الموقع بتاعي نساء ضائعات، بس هكتب زوجان سعيدان يعيشان قصة حبهما من جديد. يا فضايح. وحشتيني. لو كنت وحشتك بجد كنت سألت عليا. يا حبيبتي، كان في شوية ترتيبات وحاجات لازم أخلص منها الأول. أنا عارف إن أنت زعلانة مني، بس بجد غصب عني. بجد؟ انت جاي عشان خايف. خايف من ايه يا ريم؟ يا حبيبتي، انا وانت واحد، وانت عارفه ان انت بقيتي اغلى حد عندي في الدنيا، وابني اللي في بطنك هو الحاجه الوحيده اللي انا مستنيها من الدنيا دلوقتي. تعالي اقعدي. نعم، عايز ايه يا عادل؟ انا عارف الكلام اللي انا هقوله لك ده ممكن يوترك ويقلقك شويه، بس كلام مهم جدا يا ريم. مفيش اهم من ان انا اخرج من هنا وتتصرف يا عادل بأي حال من الأحوال. جيب لي محامين، جيب محامين مصر كلها، المهم تخرجني من هنا إن شاء الله، حتى تولع في السجن ده. اتصرف. اسمي ما يجيش في التحقيقات خالص يا ريم، وشغله محرم كله، والناس اللي كان بيتعامل معاهم أنا ما أعرفش عنهم أي حاجة. أوكي، إيه تاني؟ الكلام اللي أنا بقوله ده في مصلحتي ومصلحتك. اللي أنا عرفته من المحامي إن خروجك من هنا شبه مستحيل، فما ينفعش أبقى أنا وأنت جوه السجن، ده من مصلحتك، ولا أنت شايفة إيه؟ يا عادل، ده انا كنت بحسبك جاي لي وهتقولي ما تخافيش انا بضهرك، اوعي تقلقي طول ما انا موجود. جاي عشان تديني اوامر؟ جاي تامن نفسك؟ يا ريم، انا بقولك على الكلام اللي قاله لي المحامي مش اكتر، وانا قلتلك في مصلحتي ومصلحتك ان احنا الاتنين نبقى مع بعض وايد واحده، وجاي هنا مخصوص علشان ابننا. ما ينفعش ابننا يتولد جوه السجن ويتربى جوه السجن، لازم ابننا يجي على وش الدنيا ويلاقي فيه حضن يحتضنه ويربيه، يبقى بره. ما ينفعش احنا الاتنين جوه السجن، ولا انت شايفه ايه؟ Thank you.
نادية 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 يا رب ايوه يا فندم، هبعت لحضرتك الملف بتاعه تبص عليه. ايوه عنده جزاءات كتيره جدا. تمام، حالا هيكون عندك. هو مين ده اللي جزاءاته كتير؟ موظف يا ستي في المصنع، عنده شكوى بيقول انه اترفض بطريقه تعسفيه، وهو بصراحه عنده جزاءات كتير وما كانش بيشوف شغله. الله يكون في عونه، طالما شاهد هي اللي ماسكه الموضوع يبقى يقول على نفسه يا رحمن يا رحيم. حرام عليكي، أنا ما بظلمش حد. قولي لي بقى اللي جابك فجأة كده؟ يا سلام، هي بقت كده؟ لا ما أقصدش يعني، أصل أكيد ما وحشتكيش، إحنا قاعدين مع بعض طول الليل وبنرغي للصبح، بس أكيد عندك كده حاجة جاية ترميها في وشي. قولي. بصراحة أنا ليا طلب. إيه؟ عايزة تشتغلي أنت كمان في المصنع ولا إيه؟ أنا؟ لا 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 خالص. يبقى عندك حد عايزة تشغلي؟ أيوه هو ده بالظبط. بصراحة يا زينب انت عارفة ان انا لسه جديدة في الشغل هنا، وكمان علاقتي بيهم مش قوية قوي، انا حتى عندي مشاكل مع كل الادارات هنا. خلاص ما تكلمي عزت. طب ما تقولي لي مين الاول. فتحي يا شهد. يا شهد انا قعدت بفكر مع نفسي في البيت، شمسة غلبانة قوي، وفتحي طول الوقت قاعد في البيت لا شغل ولا مشغلة، وطول ما هو كده هتفضل دماغه ماشية شمال. اه والله انا بتكلم بجد، بس خلي بالك الراجل اللي مفيش وراه حاجه تشغله بيبقى كارثه في البيت. بصراحه في دي عندك حق. انا قلت خليه يتسحل هنا من الصبح لبالليل، وبعدين ممكن يسافر اجازه اسبوع مثلا، او ممكن يجيب شمس وينقله يعيشوا هنا في مصر، مش كده احسن؟ مش عارفه تفتكر هيوافق؟ يا سلام، هو ممكن يرفض. بقول لك ايه، عايزه اقول لك على حاجه، معرفش جوز عمتي جالي هنا قريب كان عايزني كده يعني اساعده، عايز يعمل مشروع سوبر ماركت او البان حاجه كده، ما تيجي نعمله الفتح. طب هو ده هنعمله فين؟ في البلد. مش عارفه هينفع ولا لا. يا ستي في البلد في المركز اي حاجه مش هتفرق، وهل بيت شمس تساعده؟ اهل بيتي دي تبان يعني انها طيبه وغلبانه، بس دي قروبه. والله ممكن، فكره مش بطاله. عاملة ايه يا شعب؟ عرفت انك جيتي قلت اجي اقعد معاكي شوية. تعالي يا حبيبتي تنوري.